كبشر عادي نتشابه، بس كمان ممكن نختلف، والاختلاف مش دايما اختيار. مش سهل نوقف ونقول انه الاختلاف قوة، مش سهل نقدر نتفاهم ونمشي عن كل غلطة، لكن له الامل والايمان انه الاختلاف صح والتقصير خطأ. واختلافي كان نقطة التحول في حياتي. المجموعة هاي جابت القصص تبعتها من إيش هم بيعانوا من المجتمع، حكاياتهم، شو في شغلات هم مرت عليهم، وبالتالي حاولنا إنه نترجم هاي الأفكار للوحات فنية. كان في عنا فنانة اسمها آمنة، هي كمان من ذوي الإعاقة، رسمت مجموعة من الرسمات الفنية. الصعوبات المواجهة إنه نظرة الناس لإلك، نظرة المجتمع لإلك، كيف الناس بتنظر لإصابتك، إنه أنت عندك طرف صناعي، إنه أنت إنسان مش كامل، غير نظرة المجتمع لإلك، إنه أنت تكون نظرتك الداخلية إيجابية ما تكون سلبية. كلنا عنا صعوبات بهذا المجتمع، من ناحية إنه أنا ما عم بلاقي وظيفة، ما عم بلاقي شريك حياة، ما عم بلاقي مواصلات، ما عم بلاقي بنية تحتية مهيئة. هذا الإشي كتير صعب وكتير سيء، والأسوأ من هيك إنك ما عم بتلاقي صديق يشاركك تفاصيل حياتك، مع إنك عندك كتير حب وعندك كتير دفى ممكن تعطيه. يعني كلمة متهم هي إنه المجموعة اللي بتشارك في العرض هي بتتهم المجتمع بإنه مقصر تجاه ذوي الإعاقة. أنت بتقدر تشارك وتحقق الإنجازات اللي غيرك بشكل طبيعي وما قدر يحققها. يعني المجموعة ما كانش في عندهم الشغف من أول يوم، هم بالعادة متعودين إنهم يعني يروحوا على مؤتمرات يحكوا فيها عن معاناتهم، ولكن في هاي المرة الشغف بلش ينبن شوي شوي لما بلشوا يشعروا حالهم فنانين، بلشوا يشعروا حالهم منتجين، وهذه أهم نقطة كانت بالعرض. المشروع كتير أثر علي، حسسني إنه أنا موجود، إلي صوت، بقدر أنشاف بوقت اللي أنا ممكن أمرق بالشارع الناس تتهامز إنه أنا عندي مثلاً اختلاف أو عندي إعاقة حركية مثل ما هم عم بيسموها، بس أنا بسميه اختلاف حركي. لقيتهم كلهم اليوم زقفوا لي، فأكيد بيأثر علي إيجابي نفسياً. نحن استطعنا من عن طريق الرقص التعبير إنه نوصل صوت أصحاب ذوي الإعاقة للمجتمع. يعني أنا بعتقد إنه المنتج النهائي مش هو الأهم، العملية اللي تمت منذ بداية التدريب الأول حتى المنتج النهائي هي هذه الأهم. المجموعة وتفاعلهم مع بعض والعلاقة الاجتماعية اللي نشأت ما بين المجموعة من ذوي الإعاقة نفسهم، ولا ما بين المجموعة من ذوي الإعاقة والآخرين اللي اشتغلوا فيها مع بعض، في نشأت علاقة اجتماعية لطيفة جدا. وبالتالي ولا مرة كان في النظر لذوي الإعاقة إنه بحالة استعطاف، بقدر ما أنت عندك إمكانيات وقدرات بتقدر إنك أنت تطلعها، وهذا كان زبدة النقاش والحوار ما بين المجموعتين. الرسالة اللي بدي أوصلها للمجتمع إنه إحنا جزء أساسي من هذا المجتمع، وإنه إحنا ما في عنا أي اختلاف بيننا وبين غيرنا. طموحي إنه ألف العالم، وكل مكان ألف فيه العالم يكون لي فيه بصمة، وأرجع على بلدي فلسطين وأخذ كل إشي حلو من هذيك الثقافات وأضيفه على بلدي.